الخوت الشوفان ديالنا وجد. إلا ظنيتي أن لاصال هو التمرين راك غالط، لاصال أسلوب حياة. مكتجيش شي حاجة بالصدفة ولا بالحظ، كلشي محسوب ومنظم. القصة كلها في الصبر والاستمرار. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كما شفتوا اليوم الجو زوين، خرج الجو بحال هذا قليل كنشوفوه هنايا في هاد اوروبا هادي. والله العظيم نستغلوا هاد الفرصه الخوت، نخرجوا شويه نضربوا شي دوره، ولكن قبل ما نخرجوا غنمشي نعدل لكم واحد الوجبه لزياده الوجب بالشوفان. واحد الوجبه ان شاء الله غتعجب لكم لزياده الوجب. بقوا معايا نتلاقاو في الكوزينه. 8 hours later نعدل الشوفان لزيادة الوزن أو لامص كما كيقولوا السبورتيف. المهم لزيادة الوزن شنو غنحتاجو؟ عندي هنا 80 غرام ديال الشوفان نورمال، وعندي هنا ميلكا، المهم شوكولا ميلكا، عندي هنا شوية عسل، أنا كنستعمل السيرو ولا العسل. أنا زريعة الكتان ولا الشيا، إلا ملقيتيش الشيا شي زريعة الكتان، نص بنانة، بلوبيري يعني توت الاسود ما عرفتش شنو سميتو هذا، المهم حنا كنعيطو له بلوبيري. المهم توت البري ولا ما لقيتوش هاد التوت هذا، كاين فريز كاين تفاح اي فواكه المهم متوفره في الدار ديرها. وعندنا هنا الحليب، انا ندير الحليب ديال اللوز حيت ما عنديش مع اللاكتوز، يمكن لكم ديروا الحليب نورمال وتزيدوا شويه الماء عاد دير الحليب، ما ديرش الماء دير الحليب ديريكت، الماء كيعدل شويه الشوفان كيغرس الشوفان مزيان. المهم دابا نبداو نخدمو الشوفان ديالنا. المهم نكبو شويه د الماء الخوت، شويه د الماء و شويه الحليب. نعطيلو الماء و الحليب مزيان حيت هو كيشرب ديك الماء و يشرب ديك الحليب. نديرو شويه شيه، المهم على حساب معلقه صغيره، نكبو عليه شويه عسل ولا السيرو، شي حاجه حلوه تكون صحيه طبيعيه، ما ديروش السكر. المهم نخلطوه مزيان هيدا، ومن بعد غنحطوه في الميكرو عاد نزوقوه الخوت. نروح جوج دقائق. 12 seconds later. الشوفان ديالنا وجد الخوت. دابا غنبداو نعدل الشوفان ديالنا. اول حاجه هي ميلكا، نديرو فيها الشوكولا من فوق، غير واحد الجند لانه سخون باش تذوب عليه ديك الشوكولا، فوقاش كتذوب كتعطي واحد المذاق زوين بزاف، لان كما كتعرفوا الخوت صعيب باش تاكل الشوفان. اكثرية الناس شوفان صحي بزاف ومزيان الرياضة، مزيان حتى الناس اللي كيديروا الرجيم، ولكن علاش ما كياكلوش؟ حيت المذاق ديالو ماشي حتى تما، ما عندوش مذاق اصلا. المهم نديروا البنان ديالنا بالطريقه هذه، نحاولوا نزوقوا واخا ما كنا ناكلوها حنايا، ما نصوروهاش نزوقوها، لان العين حتى هي كتاكل، خصوصا الا راك في لامص، الا راك في لامص غزوق باش تاكل مزيان. ما في التنشيف معليش، واخا ما تزوقش هيدا، واخا ما كليتيش بزاف ماشي مشكل، في التنشيف خصك تعرف تاكل وشني تاكل. اما في لامص قالك هذاك غير طحن، ولكن كل ماكله نقيه. دابا نديرو توت البري ديالنا، القرفة الخوت، القرفة ضروري، القرفة الخوت
الوظيفه اللي كتعاون الجسم ديالك بس يعدل السكر في الدم، يعني ما يكونش الانسولين طالع باش ما الدهون ما يكبرش بزاف. نزيدو غير شويه ديال العسل من الفوق باش نزوقو بيه وصافي. الخوت الشوفان ديالنا وجد، هاهي الشوكولا بدا كيدوب والمذاق ديالو مزيان بزاف. اللي ما عندوش ميكروووند الخوت يطيب الشوفان مع الماء والحليب في الكاسرونه، يفرغوا في شي طاسه بحال هادي، شي زلافه بحال هادي، وزوقوا وبالصحه والراحه. يعني كارب صحي، فيه بروتين، فيه الياف، فيه سكريات صحيه، يعني سكر سريع، هذا مزيان تفطر به. ومزيان حتى بعد لونطرينمو الا بغيتي ديرو كوجبه بعد لونطرينمو، الا بغيتي تزيد له بروتين يعني واي بروتين ديالك تخلطو معاه ماشي مشكل. هذا ما كان الخوت، هذا كان في فيديو صغير وظريف وبالصحه والراحه.